وخلال الاحتفال بعيد العمال من مصنع الشرقية للسكر، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من العمال، كما شمل التكريم عددا من النقابيين والنماذج المشرفة من القطاعين الخاص والعام في يوم الاحتفال بعيد العمال. في دوره بالعمل النقابي حيث حظي بتقدير زملائه خلال ممارسته للمهام النقابية، مهام الموكلة إليه على أكمل وجه. إدارة العامة للتطوير